بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد. قررت في الفيديو ده ان انا عايز اوريكم الوشوش بتاعت اللعيبة، وبالمرة برضو نتفرج يعني بطريقة احسن على التيشيرتات الاوفيشال بتاعت المنتخب، اللي هي التيشيرتات الرسمية اللي هنلعب بيها كأس العالم، اللي هي اول مرة زي ما قلت قبل كده يتحط لنا تيشيرت الاوفيشال كيت بتاعتنا من فيفا وورلد كاب 2010، كانت اللي هي البوما، اللي هو كان يعني أفجر ديزاينز اتعملت لنا، كانت تيشيرتات منتخبات، كانت من بوما من ساعة ما التعاقد بتاع بوما خلص واحنا في انحدار تام يعني. ما علينا، أنا حبيت أوريكم الوشوش كلها. أنا عملت تشكيلتين عشان أوريكم أكبر كمية يعني ممكنة من الوشوش بتاعة اللعيبة. فيلا بينا اهو نتفرج مع بعض. طبعا يعني مش عايز توقعات تبقى عالية، ان هي هو كام لعيب بس اللي وشه معمول له سكان حقيقي، منهم صلاح ورمضان والمحمدي. بس بتهيألي مفيش حد تاني يعني معمول له. ما اظنش ان حد تاني معمول له يعني اسكان لوشه غير اللعيبه اللي انا قلت لكم عليها دي. وهنشوف برضو يعني لو انا فوتت لعيبه انني انني كمان بس يعني. فهنبدا اهو، نبدا بالتشكيله الاساسيه بقى. ثواني كده. ثواني ثواني، انا اسف انا اسف انا اسف. ماشي، هنبدأ اهو بالجول كيبر ده إكرامي. بيتهيألي هي القصة دي الحلقة اللي هو كان حلقها دي كان حلقة في ماتش الكونغو، فاللي اتفرج يعني وجاب إكرامي جابه من ماتش الكونغو لما كان ساعة ضربة الجزاء وجايبينه وهو واقف مستني، أو ساعة لما دخل فينا جون التعادل ولا إيه. فهي وعامة لبس حراس المرمى بتاعنا حلو يعني. المحمدي بتهيألي وشه هو يعني بالظبط. المحمدي بقاله فترة كبيرة نفس وشه معمول صح يعني. سعد سمير، اسأل عني الجماهير. مش هو خالص يعني، بس ماشي تمام يعني. انا بالنسبه لي الصراحه ما بتفرقش معايا يكون الشكل مظبوط ولا لا. الوحيد اللي كان فارق ان وشه يعني يحاولوا يعملوه حقيقي شويه كان هو محمد صلاح بصراحه، عشان ما ينفعش الهداف التاريخي للدوري الانجليزي في موسم واحد ويبقى كان الشكل اللي كان بيلعب يعني حاطينه في الفيفا 18 ده، كان صعب الصراحه قوي يعني. لا ده ان صلاح وشعره الطويل كان لازم يتعدل. ده علي جبر، انا بتهيالي وشه اللي كان في فيفا 18 اللعبه العاديه اللي هي قبل الابديت كان اوقع شويه. كريم حافظ، ما اعرفش بقى انتوا تقرروا اذا كان شبه يعني اللعيبه دي شبه الحقيقه ولا لا. بس انا عاجبني قوي لوجو الاتحاد، لوجو الاتحاد الكوره بتاعنا قذر جدا يا جماعه. ويعني انا حاولت كتير ان انا ابعت لكابتن هاني ابو ريده اقول له يغير اللوجو بتاعنا، بس مفيش. شيكابالا يا جماعه، انا شايف شيكابالا ده من احرف اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر الصراحه. وانا والله ولا اهلاوي ولا زملكاوي، وانا بشجع الاتحاد، بس شيكابالا بالنسبه لي حكايه يعني. وبرضه انا شايف ان شيكابالا مش شبه الحقيقه خالص يعني. شيكابالا بصراحة أنا مكابتنه قاصد يعني. سام مرسي اللي من ساعة ما جاء، من ساعة ما كوبر جابه وهو ما شفتوش، ما لعبش غير بتهيألي ماتش غينيا اللي هو كان بعد كأس الأمم الأفريقية ده. لو حد فاكر إنه لعب يعني غير ماتشين أو حاجة ما أعتقدش يعني. بس ده سام مرسي. كهربا يعني ما فيش شبه خالص بصراحة يعني نهائي. بس ما علينا يعني. كهربا
رامادونا، رمضان صبحي، اللي قلت لكم ده من اللعيبه اللي معمول له سكان حقيقي، يعني هو وشه هو طبعا دلوقتي رمضان مربي شعره، معرفش بقى هل اثناء البطوله هيظبطوا الكلام ده ولا لا، بس ده رمضان صبحي. مهاجم مصر الاول باسم مرسي، معرفش بقى اذا كان شبهه ولا لا، بس باسم مرسي لما كان مربي لا ده انا اسف، ده صالح جمعه، انا اسف جدا، ده صالح جمعه، ده صالح جمعه، انا اسف. مهاجم مصر الاول هيجي دلوقتي حالا اهو باسم مرسي. باسم مرسي لما كان مربي شعره، لما كان اللي هو شعره لما كان عامله بيعمله الحاجات الغريبه اللي كان بيعملها دي، كانوا عاملين له وش كان شبهه بالظبط يعني قريب منه. ما اعرفش دلوقتي، حاسس انه مش باسم مرسي خالص. يعني انا برضو من المهاجمين اللي بحبهم باسم مرسي الصراحه، يعني شايف ان مصر ما فيهاش مهاجمين للاسف. نيجي بقى لعصام الحضري، يعني مش عارف يا جماعه، يعني مش مقتنع ان ده عصام الحضري خالص، بس ماشي. انا سامر حضري، انا عاجبني بقى التفاصيل الصغيره اللي هم عاملينها ايه. يعني الحضري متعاقد مع شركه بوما في الجوانتيات اللي بيلبسها والجزمه، فانا عاجبني ان هم مركزين في التفاصيل دي، يعني الجزمه بوما والجلوفز بتاعته بوما، فدي حاجه بسطاني شويه، بتحسسك ان اللعبه لا يعني انت بجد يعني احمد فتحي الجوكر. احمد فتحي ده يعني بيتهيألي من اكتر اللعيبه المتكامله اللي جت في تاريخ مصر، يعني والله شبهه، يعني مش ودي التيشيرت الاوي بتاعتنا مش بطاله. رامي ربيعة للاسف مصاب، فما اتاخدش في ال 23 او ال 30 لعيب اللي كوبر اختارهم للمعسكر اللي شغال دلوقتي، ده رامي ربيعة. ما اعرفش برضو، عايزكم تقولوا لي انا يعني شايفين انا احلى التيشيرت الهوم بتاعتنا اللي هي الاحمر وابيض واسود، ولا التيشيرت الاوي اللي هي ابيض اسود ابيض. يعني برضو احسن مدافع في مصر بتاعي يعني بعد وائل جمعة، انا ما شفتش حد بيطمني في الدفاع زي احمد حجازي بصراحة، يعني احمد حجازي بس ناقص ان هما يعملوا له فيس سكان يعني زي بقية اللعيبة المحترمة. شيفو، عبد الشافي، ما انتوا بقى تحكموا يا جماعة اذا كان اللعيبة دي شبه الحقيقة ولا لأ. النني، تعالى كده النني، ايوه انا عاجبني شعر النني بصراحة، من الحاجات اللي بحبها في النني شعره، يعني ولاعيب مهم جدا للمنتخب طبعا، يعني ربنا يشفيه برضو ويرجع ان شاء الله يلعب ماتش كولومبيا. طارق حامد، طارق حامد والله يعني هم مقربين قوي يعني الصراحه، من يعني ده بتهيألي من اكتر اللعيبه اللي مش معمول لها فيس كان بجد، بس مقربين الشكل يعني، وبرضو عاملين له اللي هي البتاع اللي بيحطها على الريست ايده دي. وعلى فكره طارق حامد بعد ما الابجريد بتاعه حصل من 66 ل 75، وبجد بقى لا لا رهيب، شويت دلوقتي بشوط بيه بجيب جوال وبيزيد والدفاع عنده حلو، يعني لا طارق حامد مظبطني صراحة. ابو مكة بقى ده اكتر لعيب طبعا الناس كلها نفسها تشوفه. لا صلاح طبعا الشكل اختلف تماما عن اللي كانوا عاملينه معاه بصراحة في اللي قبل كده، الدقن والشعر الافرو بتاعه لا لا كله متظبط، يعني ربنا يشفيك يا صلاح وتلعب معانا على الأقل تبدأ من ماتش روسيا، يعني مش لازم الأورجواي دلوقتي، بس أهو صلاح يعني تيشرت المنتخب معمول عشانك يا أبو صلاح. تريزيجيه أكتر لعيب بحبه في المنتخب عامة بجد، وشايف إنه ليه فضل كبير في رحلة كأس العالم، هو تريزيجيه اللي كوبر جابه من التلاجة زي ما بيقولوا وعمل منه لعيب.
طبعا مش شكله خالص يعني الصراحة. عبد الله السعيد. في حاجة بقى عايزكم تلاحظوها، انا يعني قصة شعر عبد الله السعيد وقصة شعر كوكا، يعني حاجة غريبة جدا، يعني عاملين قصتين شعر هما يعني حاجة هتشوفوها دلوقتي. ده عبد الله اكيد مش شبه بودي خالص يعني. انا عارف ان طبعا الاهلاويه زعلانين من عبد الله والزملكاويه، بس ما علينا يعني. عبد الله مهم للمنتخب، وفكره انه ملوش بديل او له بديل دي، ما هو لعيب مهم والايام بتثبت كده يعني. كوكا بصوا نفس قصه الشعر بالظبط، مش فاهم بناء على ايه يعني. بس يعني كوكا كان في قبل الابديت كان شكله اقع بيتهيألي يعني، اكتر من اللي انا شايفه دلوقتي ده. وبكده ابقى خلصت كل وشوش اللعيبه اللي عايز اوريها لكم انا. لا لسه ممكن، لا ثواني، لسه ممكن اوريكم بس لعيبه تانية. انا اسف، انزل كام لعيب كده برضو، ليا 3 تغييرات. هنزل لكم عمرو جمال ومصطفى فتحي وعمر كابر. ده عمرو جمال. مش عارف، ما اظنش برضو ان هو يعني، مش يعني انتوا حكموا برضو، هفضل كل شويه اقول لكم انتوا حكموا انتوا حكموا. مصطفى فتحي واخيرا عمر جابر. وبكده يا جماعه يبقى خلصت معاكم الفيديو بتاع وشوش اللعيبه. اتمنى يعني انه يكون عجبكم، و بس شكرا جدا، مع السلامه.